ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024. النهاردة هتنشر الخير في الشغل وفي كل امورك الاسرية، على الرغم من انك هتقدم تنازلات لكنك هتحس بقوة بدنية وفيها تفاؤل كبير. هتحتفل بكل الانجازات الاخيرة اللي انت بتعملها وهيبقى نجاحك بيستحق منك تقديرك. بقية اليوم هتعتبر مثالية بالنسبة ليك عشان تستمتع بالإنجاز اللي انت بتعمله. في لحظات رومانسية واضحة عندكو، في إحاطة لأسرتكو وأصدقائكو بالموضوع اللي بيبقى بيبسطكم وبيعزز ترابطكم مع بعض. هيبتدي يومك المهني بنبرة جادة جدا، لكن ما تخليش ده يخوفك. هتبتدي مع الوقت تلاقي نفسك اتحسنت أكتر وهتبقى أخف وهتبقى متفائل أكتر. هتحتضن كل التحولات اللي عندك وهتستخدمها لصالحك. هتحافظ على المرونة وهتتجنب انك تقع في السلبية. كل ده ممكن يبقى بيأثر بشكل إيجابي على يومك وبيساعدك عشان تتغلب على أي تحدي ممكن يبقى عندك. هتبقى عندك طاقة كبيرة جدا بتسلط الضوء على قوتك الكبيرة. عقلك وكلماتك النهاردة لازم تبقى حذر من انك ما تبالغش فيهم، خاصة في علاقاتك الشخصية. مهم انك تتواصل بأمانة من غير مبالغة في انك تقدر مشاعر الغير. الحافظ على منظورك يبقى متوازن اكتر.